إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم مشاهدين قناه ست البيه. النهارده بقى الفيديو بتاع النهارده هنعمل مع بعضنا الغريبه، هنعملها بقى ايه سهله جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله، وعرف كل اسرارها انها ما تشققش ولا إيه يحصل لها اي حاجه ان شاء الله، ولا تفرش في الفرن ولا يحصل لها اي حاجه وحشه. فالنهارده معايا دلوقتي كوبايتين دقيق، ودي كوبايه زبده، ودي كوبايه الا ربع سكر بودر، واللي عايز يزود شويه مش مشكله، بس يعني كده هتبقى مظبوطه ان شاء الله. كوبايه الا ربع سكر بودر، ودوت معلقه كبيره حليب بودر، دي اختياري يعني بتديها طعم كويس ودي اختياري، انما بقى الغريبه ما بتحطش عليها اي سوائل، هو كده بس المكونات بتاعتها ما بتحطش عليها اي سوائل، والمعلقه اللبن البودر ديت اختياري، اللي نحطها او ما نحطهاش مش مشكله، بس هي بتديها طعم كويس. هنشوف هنشتغل بقى ازاي مع بعض. هنشتغل بالمضرب العادي خالص مفيش اي مشاكل ان شاء الله. اللبن البودر وهنضربها بايدينا عادي خالص بالمضرب ان شاء الله لا قوة الا بالله. اهم حاجة في ضربها بقى نخليها هايشة جدا كأنها كريم شانتيه، كريم شانتيه نضربها جامد لحد ما تفيش قوي. هنضرب بقى السكر مع السمنة جامد، لازم الزبدة والسكر يدوبوا جامد مع بعض. السكر بودر ده والاحسن لو اشتريناه من بره، يعني مصنوع في البيت بيبقى مش قد كده يعني. السكر بودر والسمنه بقى نضربهم لحد ما يبقوا ايه هايشين جدا كانهم كريم شانتيه بالظبط. ان شاء الله لا قوة الا بالله، حاجه روعه جدا، حاجه روعه جدا. السمنه والسكر كاننا ضاربين كريم شانتيه بالظبط، حاجه روعه جدا. نجاح الغريبة بقى بيعتمد على ضرب السمنة مع السكر ده. هنجيب بقى اللبن البودر يعني ده طعم جميل ان شاء الله، كأنها حاطين سوائل بس هي مفيهاش سوائل، الغريبة بتحط لها السوائل خالص ولا بودر ولا اي حاجه، مفكرهاش الهوا بس كده، السمنه والسكر والدقيق. هنجيب بقى الدقيق هنخله الاول، نتعلم اي حاجه بنعملها لازم نخلها الاول حتى يبقى هايش وجميل، ندخله هوا كده يبقى جميل جدا. كوبايتين دقيق على كوباية سمنة على كوباية ربع سكر بودر، هي دي المكونات الغريبة، حاجة روعة ما شاء الله. هنبقى هنلم بس كده مش هنعجن تاني ولا حاجة، عايزين نلمها بعضها بس. حاجة جميلة جدا والله. العجينة دي بقى لازم تريحها 10 دقايق عشان لما تكون ساقعة هنعرف نشكلها كويس، وما تفرش في الفرن ولا نفرلها اي حاجة ان شاء الله.
هحطها بقى تسقع في التلاجة 10 دقايق وارجع اشتغلها معاكم. العجينة استريحت تحت التلاجة، نكورها بقى كده قطع صغيرة خالص عشان نعرف انها ناجحة. بنتك عليها كده مفيش حاجة خالص، جميلة. نتك عليها من وسط كده، مراجعتش ولا شقات ولا حصل لها حاجة كده، العجينة دي ناجحة ان شاء الله. نحطها بقى كده، نتك عليها بقى كوباية بس كده، ونحط لها اللوز. ممكن نشكلها بزداني برضو عادي ان شاء الله. لا قوة إلا بالله. عندنا كريز برضو، حاجة روعة جدا إن شاء الله. لا قوة إلا بالله. حاجة هايلة جدا. نشكلها بقى كلها كده بالطريقه ديت، وارجع اوريكم التشكيل كله. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الغريبه شكلناها حاجه جميله جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. دلوقتي بقى هدخلها على في الفرن على درجه حراره يعني اقل من المتوسطه، درجه حراره 150 بس. يعني الغريبه بتحب درجه حراره بسيطه جدا، 150 يعني مش يعني هتقعد 10 دقايق في الفرن، تاخد من تحت لون يعني خفيف جدا. هي الغريبه ما بتاخدش لون، يعني بيبقى لونها زي ما هو ابيض فاتح كده، فهنخلي بالنا منها جدا، وهي تاخد بس لون بسيط خالص من تحت، وهيبقى كده خلاص استوت. هي 10 دقايق ان شاء الله ويكون استوت، واحطها في الفرن وارجع اوريها لكم. ما شاء الله لا قوه الا بالله. الغريبه بتاعتنا استوت، هي بقت جميله جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. نتيجتها رائعه جدا. يا رب لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.